السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ما صحة حديث سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء؟ بعد الوضوء لا يثبت، إنما عموما في انقضاء المجالس وقوفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إنما هذا وارد وموقوفا، ما لا أدري عن الموقوف، نتكلم عن المرفوع إلى النبي عليه السلام، لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله، ولكن في ختام المجالس له طرق يحسن بها في ختام المجالس. السلام.